احيانا تقابل شخص وشخص ليه، احيانا تقابل اشخاص كتير يقول لك طولها زي عرضها، يا عم زي ما تيجي تيجي، امشي مطرح ما مطرح ما ترسي ترسي، حاجات كده يعني تلاقيه فاقد الشغف. تكلمه عن المستقبل وعن ان انت ممكن تعمل حاجات كتيره جدا، وكان في فلان ما كانش معاه وبقى معاه، كان في فلان ما كانش بيعرف في العلم ده لكن لما ابتدى يدرس بقى حاجه عظيمه جدا، والناس دلوقتي بتتعلم منه. كان في كان في كان في كان في ولا اي حاجه تاثر فيه، تلاقيه كده ايه يا عمي اللي عمل عمل، اللي سوى سوى، حاجات كده. فنقول عليه فاقد للشغف، وانا كان نفسي اعرف ايه موضوع الشغف ده، يعني لو هنعمل له تعريف ولا حاجه يبقى ازاي. يعني تعالى نسال اسئله كتيره ونعرف اكتر. بيشرفنا يكون معانا دكتور اسامه انور، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري وسفير سلام دولي للاتحاد العالمي للسلام والانسانيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منورنا يا دكتور. ميرسي خالص. صباح الفل يا دكتور. صباح النور يا فندم. عشان سؤاله اللي كان بيسالهوني هو يعني ايه الشغف، فانا اعرف يعني المنطق. ايوه، هو الأول إيه الشغف؟ الشغف هو حالة من الحالات اللي هي بترفعك فوق الجاذبية، تبقي مرتاحة نفسيا وعندك إلهام وقوة إنك أنت تعملي حاجة حباها، بتعمليها بإتقان، بتعمليها بحب، ببساطة، بدون ضغط نفسي عليكي، بطريقة بسيطة مبسطة من غير أي ضغط نفسي. هو بنسمع حد يقول أصله فاقد الشغف بالحياة أو في الحياة، فده إنسان بيبقى واصل لمرحلة أنه حتى الحياة هو زاهد فيها، فهل نقدر نقول أنها رغبة؟ يعني فكرة أن يبقى عندك رغبة في الإنتاج، رغبة في الحياة، رغبة في النجاح، فالإنسان اللي بيوصل لمرحلة أنه يبقى فاقد الشغف أو الرغبة في كل حاجة، إيه اللي بيوصل الواحد لمرحلة صعبة زي دي؟ الشغف، قبل ما نوصل للشغف في حماسة، فالحماس ده هو الدافع. ان انا افقد الشغف للحياه، ضغط نفسي مع روتين الحياه القاتل، مع عدم رغبه ان انا اغير من نفسي، اطور من نفسي، ان انا اجدد من نفسي. بس دي ما بتجيش في يوم وليله، يعني الواحد بيبقى عدى بفتره ضغوطات كتير، تراكمات يعني، وفتره طويله من الزمن. طب وعدم الشغف ده حاجه معديه؟ انا بلاقي ده يعني الناس اللي هم عندهم لا مبالاه كده، يعني ما وطول الوقت يعني مش فارقه خلاص، اللي عمل عمل واللي سوى سوى. هل الامر ده معدي لما يكون مثلا الزوج بالشكل ده او الزوجه بالشكل ده، معدي ولا لا؟ هو في حاجات بتيجي بالإحياء، وفي حاجات بتيجي بالقرب. يعني سي انت لما ادخل على حضرتك واقول لك صباح الخير ومبتسم، اكيد هتبتسم. ايوه. لكن لما اقول لك صباح الخير او ما اقولش او صباح مش عارف ايه الالفاظ اللي بتطلع، فطبيعي رد حضرتك هيبقى ايه؟ سلبي طبعا. فانا لو انا بصدر لك طاقه ايجابيه بابتسامه حلوه، اكيد بدون مناقشه هتبتسم. طب هو عدم الشغف، ان الناس ما عندهاش يعني تطلع وحاجات كده، هل ده يأس؟ لا مش يأس. هو دايما المحب للشغف بيحط أساسيات، بيحط قواعد، بيحط نتائج، بيحط دايما طاقة إيجابية إن هو عاوز يوصل لحاجة معينة. أيوة. في تنظيم مع الوقت، مع الاجتهاد، مع حب تطلع. الشغف نفسه هي حالة بترفعك للإيجابيات بشكل ممتع، مش مجرد سلبية. يعني طبيعي أنت لما بتقابل أزمة وموقف بتقع أيه. وتقوم. هو بيعافر، ما عندوش رفاهيه الاستسلام، ما عندوش ان انا خلاص احبطت، خلاص مش قادر. طب انا لو سالت حاجه يعني قبل ما اقول الانسان اللي فقد شغفه ازاي يرجع له من جديد او يلاقي شغفه من جديد، هو اصلا ازاي الانسان يلاقي شغفه؟ يعني اعرف ازاي انا شغوف بايه؟ عشان تعرف انت شغوفه بايه لازم تعرفي مهارتك في ايه. المهارة هي الأساس في الشغف. أنا لما بعمل حاجة بإتقان، زي الرسام لما بيرسم صورة، هي موهبة، بس عشان توصل للشغف بنميها. هو حاجة في ناس ما بتبقاش عارفة هي أصلا موهبتها إيه، حاجة تقابل حد كبير ويقول لك أنا أصلا عدى بيا العمر وأنا مش موهوب في حاجة، أو أنا لغاية دلوقتي مش عارف أكتشف نفسي، أو يعني يا شايف نفسه ما عندوش مواهب ربنا اداها له، أو هو مش عارف يكتشفها طول العمر ده. في مقولة بتقول إن لم تجد شغفك
ابحث عنه بدمت في الأرض ستجد شغفك. احنا موجودين في الحياة عشان نجد شغف لينا. الحياة مش روتينية، الحياة أنا أقدر أغيرها، أنا اللي أقدر أعمل يومي، أنا اللي أقدر أعمل طموحي. هو بذل ومجهود مستمر عشان أوصل للنجاح. ما هو النجاح ده مرتبط بالفشل، مرتبط النجاح مرتبط بالعزيمة بالشغف. لكن أنا ما عنديش شغف لحاجة، هطلع هبص للسلبيات، هبص للفشل، هبص للإحباط. حتى بيقولوا كده لما أنت تحب تبقى عندك شغف صاحب الناس اللي عندها طاقة إيجابية، ما تصاحبش الناس اللي عندها طاقة سلبية، لأنه هو طبيعي يصدر لك طاقة سلبية. طب هل أنا ممكن أعرف تطلعاتي من خلال الآخرين؟ يعني الآخرين هم اللي يزقوني ناحية، على فكرة ده أنت بتفهم في حاجة، على فكرة أنت شاطر في الحتة الفلانية نميها. أنا شفت مرة يعني قريب كده لقاء مع ممثل يعني، فبيقول إن هو دخل فريق المسرح بتاع الكلية، هو أصلا محب يعني ما كانش ليه في التمثيل ولا حاجة، بس هو دخل عشان يعني كان مكان لطيف فيه تكييف وكده، ففرصة إن هو نمشي من الحر، ففوجئ بعد كده إن هو بقى ممثل يعني، حاجات كده يعني. فهل إحنا فعلا بنبقى ساعات معدومي يعني، مش بنبقى فاهمين، بس ممكن نشوف ده في عيون الآخرين أو من خلال الآخرين يقولون عليه؟ طبعا ده ممكن، بس هو الأساس لازم يبقى من عندك أنت، اللي تعرف أنت شغفك فين وموهوب فين. كمثل هقوله دلوقتي، مثلا عشان أنت تعرف أنت شغوف بإيه، أيوة، دور على الحاجات اللي بتكرهها. هتقولي إزاي؟ لو أنا فصلت الحاجات اللي بكرهها وجبت الحاجات المميزة اللي بحبها هلاقي 3-4. لو دورت في 3-4 هلاقي الإيجابية، هلاقي الشغف. ولو في قائد ليا هيوجهني، ولو ما فيش أنا بغير من فلان. الغيرة دي هي جزء من البحث عن الشغف. بجد يعني مش الغيرة مش دايما حسد وكراهية، مش حاجة وحشة. في غيرة ان انا بتطلع ان انا يعني نفسي ابقى زيه. حضرتك مثلا مش عيب يعني، مش حضرتك مثلا كمذيع قدير اكيد كان في مثل او قدوة ليك في المجال بتاعك. في الاعلام لا، مش في الاعلام كمثل، انا بضرب كمثل، مش في الاعلام، لا في الاعلام ما كانش فيه خالص، لكن في الحياه كان في نماذج ناجحه كنت انا احب ابقى زيهم، بس مش في نفس الحاجه اللي هم بيعملوها. انا عايز ابقى الموديل بتاع النجاح يعني، انا عاوز ابقى الالفا، عاوز ابقى في المقدمه والناس كلها تابعين ليا يعني، مش شرط حاجه قريبه كده، مش شرط قوي يعني. طب الحد اللي وصل لمرحله عدم الشغف او غيابه نتيجة ضغوط، ظروف صعبة مر بيها، فده بيبقى دخل في نفق مظلم كده زي ما بيقولوا. بنشوف ناس تلاقي اللي هي مضلم الأوضة ومضلم الشقة ومش عايز يتعامل مع حد، وتيجي تقول طب نخرج، طب نعمل، حتى الحاجات اللي كان بيحبها قبل كده هو رافضها. إيه البداية أو الخطوات اللي هيمشيها عشان يرجع مرة تانية يبقى منفتح على الحياة؟ أول حاجة لازم أعملها جلسة مع النفس، أجيب ورقة وقلم واكتب انا بخاف من ايه، استسلمت في ايه، هربت من ايه. هل عدم شغفي خوف من الناس؟ في ناس بتهتم بكلام الناس يعني، سوري، لما تلاقي راجل كبير في السن راح يلعب مع اطفال مش بنبص ايه ده راجل كبير ده بيعمل ايه، راجل شايب وعايب بدل ما يقعد الفاظ قاعد بيلعب مع العيال والناحيه السلبيه دي. لا، هو عنده شغف، هو لاقي نفسه في الحته دي، هو حاسس ان هو في حته مميزه فيه. فساعتها بقى مش مهم كلام الناس، المهم اعمل حاجه انا بحبها. ما ده الشغف مرتبط بالثقه بالنفس. الثقه بالنفس، لو انا عندي ثقه بنفسي هعمل اللي انا عاوزه بدون ضغط. هي كده الشغف هو جزء من تطلعات واشتياقات لنفسي وقلبي، اعملها بدون حرج وبدون كسوف وبدون ضغط نفسي. طب هو الموضوع مرتبط بالتربيه يعني، انا بربي ولادي ازاي يلاقوا شغفهم، بساعدهم على ده فبوجههم فيكبر وهو قادر انه يحدد اهدافه والحاجات اللي بيحبها، ولا برضو عادي ممكن واحد يلاقيها وهو اكبر؟ طبعا الاسره والام بالذات مسؤوله عن الشغف والبحث عن التميز في الطفل. لما اجيب العاب معينه واكتشف ابني ليه في التنسيق، بنتي ليها في الرسم، بنتي صوتها حلو في الموسيقى والغنى او الترانيم او الاخر، ده توجيه. طب انا عايز اسال حضرتك عن في شغف
وفي تطلع ناحية المستقبل بس مش عارف أخد الخطوة الأولى. هتقول لي طب ليه مش عارف تاخد الخطوة الأولى؟ عشان أنا خايف، خايف أبوظ الدنيا، خايف أتعب وما لاقيش، خايف إن أنا الناس تفهمني، خايف وخلاص. أعمل إيه؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك من شوية، الشغف جزء من الثقة بالنفس مع الثقة بالمجازفة. لو احنا ايام كنا صغيرين كنا بنعمل حاجات بنحبها، بس كان في جزء عدم الادراك ان انا بعملها بمجازفة، مش شايف بعدها ايه. صح. فانا لو انا عملت الشغف كده، انا بعمل حاجات باندفاع بس بحب، مش والاندفاع بيولد الثقة. لكن انا طول ما انا خايف عمري ما هعمل حاجة. بخاف من الناس، بخاف من الفشل، بخاف من الألم، بخاف من ردود أفعال الناس. وده كله خوف طبيعي يعني. طبعا. في فيلم الفنان أحمد حلمي، فقال له، فكان بيتكلم يعني كده، قال حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فقال له أنت بتحب ما تعمل؟ قال له لا، بس هنعمل إيه؟ فيعني حب ما تعمل جملة فاشلة فاشلة فاشلة، أنا آسف في التعبير. صح. ورأيي الشخصي أنا وافقك جدا يعني، نصححها ونقول ليه شرط أحب اللي بعمله. أنا الجملة بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. إزاي أنا هعمل حاجة أنا مش حاببها؟ مش هجيب النتيجة بتاعتها. مش دايما الواحد بيلاقي اللي بيحبه في الأول يا دكتور. دي شماعة سمحي. لا أنا معلش، عشان أنا نفسي كل واحد يلاقي شغفه. بس النهاردة شاب متخرج وعنده تطلعات وعنده شغف لحاجة معينة مش متوفرة له دلوقتي، فقال لك بدل ما أقعد في البيت هشتغل حاجة حتى لو مش ده شغفي، لغاية ما أسعى في أثناء سعي ولاقي الحاجة التانية. صح. هو ده الأساس. بس في ناس لما بتبتدي في الطريق دي أو الطريق ده بالذات بتستسلم. لا يعني أنا معلش أنا فهمتش وجهة نظر حضرتك، عشان أنا قلت لك أنا موافق. هو حضرتك قصدك إن أنا أعمل كل حاجة بحبها، ولا أعمل حتى الحاجة حتى لو ما بحبهاش؟ أنا أعمل كل حاجة بحبها، لأن أنا طول ما بعمل حاجة بحبها هنجح فيها. لكن أنا حاجة مش حاببها، يعني سي مثلا حتى في الدراسة كمثلا، لما بنت تبقى عندها خوف وفوبيا من الدم والكلام ده تخش طب، هل ده هتعرف تستمر؟ لا. بس أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنا طلعت مثلا أو شخص طلع لأبوه عنده سوبر ماركت كبير، تمام، بس هو شغفه ناحية الموسيقى، شغفه ناحية بيحب يبقى بيحب يعزف، ده الشغف بتاعه، بيروح بالليل لفرق وبيقعد يعزف وموهوب جدا في القصة دي. وأبوه اتوفى والولد ده وحيد، أنا بفترض قصة من الخيال يعني مش حقيقية. يقفلوا السوبر ماركت عشان هو يقعد يعزف على الأورج، عنده حلول، ولا يعزف على الأورج وفي نفس الوقت يعمل يتابع هذا، يتابع الحسابات ويتابع الدنيا حتى لو هو مش بيحب الحتة دي، بس في نفس الوقت ما خسرهاش. مش لازم كل حاجة بعملها أكون بحبها وجوايا ناحيتها عاطفة يعني. وأنا ما منعش نفسي من اللي بحبه إذا أنا فهمت يعني صح يعني. أفعل هذا ولا أترك تلك يعني؟ النقطة دي ليها جزئين. لو أنا اتجهت للتمثيل او سوري الغنى يعني، والعزف بيعزف مزيكا او الموهبه اللي انا ايا كان شغفه يعني، هنجح فيها بنسبه كام؟ بنسبه كبيره بحبها. والمشروع مهما اشتغلت فيه مش هديله اللي جوايا طبعا، زي ما بدي دلوقتي او حبي طبعا للموسيقى طبعا. فده هيفشل وده هينجح. طب ما انا اختصر السكه واشوف حد يدير وانجح في دي. كان في عندي حاله اب حابب انه زي ما قلت لحضرتك كده في دراسه معينه تجاره، واستمر فيها لغايه ما خلص. بس استمر فيها لغايه ما خلص يعني 4 سنين، خدهم في 6 7 كده يعني. فمش قادر، بس رضاء لوالده مكمل. ايوه. اتوفى والده من هنا وحول فنون جميله من هنا. نجح. انا طول ما انا بحب الحاجه اللي بعملها هنجح. لكن طول ما عندي نقطة مش كاملة، مش شبع منها، مش هعملها. زي الـ الشغف فيه نوعين. شغف متناغم وشغف استحواذي. يعني ايه؟ شغف المتناغم ان انا بعمل حاجة معينة بحبها جدا وبطن فيها، وبعمل امور تانية متساوية. فنجحت في الشغف بتاعي
ونجحت في باقي الحاجه الثانيه. الاستحواذ بقى هو ده، دي بس انا مش عايز اعمل الحاجه دي. عمر الحياه ما بتدينا اننا نركز في حاجه واحده بس وتبقى فيها استحواذ لحد تفرض علينا. لا لا، ما دي من استحواذ، ما هي معناه الاستحواذ ده نوع من انواع الوسواس. أيوة، ان انا بقيت مسيطره عليا. ما هو الشغف، سوري حضرتك انا اسف، الشغف بيوصل مرحله من المراحل ان هو مستحوذ على تفكيرك. انا طول الوقت عاوز اعمل دي. وعشان كده المقوله ما نقدرش نقول عليها انها غلط قوي، اللي هي حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، لان احيانا الحياه بتفرض علينا في وقت من الاوقات اعمل حاجه مش هي، بس ما سيبش شغفي، ما تخليش عنه. ممكن مش هتلاقي نجاح، حضرتك انا اسف، هتلاقي نجاحك في الشغف اللي انت فيه بنسبه سي 90%، مش هنقول 100%، ما فيش حاجه كام، لكن متمشي عشان ظروفك ومش لاقي غير الشغل ده ولا اخره، هتلاقي من 40 انا 60%. عشان اصرف على دراستي في الموسيقى، انا عشان اصرف على دراستي في الموسيقى اللي هتجيب لي بعد كده في شغفي، بشتغل شغلانه تانية اخد منها عشان اشتري اله، عشان في فنون جميله وانا بحب الرسم، بشتغل شغلانه تانية. اصبح الشغل التاني وسيله لوصول الشغف، ما اختلفناش، بس في نفس الوقت هو بيكسرني من جوه، انا مش قادر ادي للموهبه بتاعتي. ما هو صعب ان كل هوايه، صعب ان كل هوايه تبقى مصدر دخل. يعني احنا عندنا في بلادنا حتى صعب جدا ان تكون الهوايه هي مصدر الدخل، فبنضطر نشتغل شغلانات تانية حتى لو هي ما بنحبهاش قوي، بس بنعصر على نفسنا ليمونه عشان اقدر امارس هوايتي بس. طبعا انا معاك، وزي ما بيقولوا الضروره تبيح طبعا المحظورات. روح المحظورات. بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا. ميرسي خالص. واتمنى ان كل واحد يبقى عنده، شكرا لحضرتك، اتمنى ان كل واحد يبقى عنده شغف جواه ناحيه حاجه، وما يبقاش يعني جواه كده احباطات او حاجات وحشه يعني. بشكرك جدا دكتور اسامه انور، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري وسفير سلام دولي للاتحاد العالمي للسلام والإنسانية. نورتنا. شكرا ليك يا فندم. نورتنا. شكرا. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير. نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونرجع نشوف موضوع اليوم اللي بيخلص بسرعة ده، ننظم الوقت ازاي بدل ما العمال يجري ويكركب كده، بعد الفاصل.